Good morning, secondary one. Today I will explain the lesson writing the project code. Number one, double click on the contents combo box that opens the design mode and the event handler appears as follows. لما ندوس double click على الكومبو بوكس combo box continent بتاع القارات فالاكشن بتاعه selected index changed يعني لما نغير اي حاجه في الكومبو بوكس ايه اللي هيتحرك قدامنا احنا عايزين لما نختار القاره يظهر فيها الدوله المصاحبه للقاره دي فطبعا عندي في الكود فوق في الكومبو بوكس بتاع الكونتيننت try دي بتعمل discovering errors تشوف اذا كان في خطا في الـ في الـ في الكود اثناء التشغيل ولا لا then dt as new data table عمل declaration عن variable اسمه dt اللي بيمثل الجدول او التيبل اللي هنحط فيه الداتا اللي جايه من شيت الاكسل بعد كده dt ده equal بيساوي مين بيساوي الجيت فروم اكسل شيت الفانكشن بتاعت الشيت بتاعت الاكسل اللي هتجيب الداتا من الاكسل تحطها في الفيجوال بيزك والفانكشن دي معاها تو بارامترز او حاجتين بيتغيروا الفايل باث اللي هو المكان العنوان اللي هو السي اطلس داتابيز والاطلس والاكس ال اس ده الاسم الورقه بتاعت العمل بتاعت الاكسل وفي كمان جملة ال SQL السلكت اللي بتعمل سلكت على الكولم بتاع الدولة اللي عندنا لما نيجي نختار دولة بس لازم قصاد الدولة دي يكون القارة اللي احنا مختارينها الشرط بتاعنا هي اللي مختارينها في الكومبو بوكس بتاع القارات بتاع الكونتيننت يعني مثلا مختار افريقيا فيظهر دول افريقيا مختار اسيا فيظهر الدول بتاعت اسيا بعد كده عندي الكومبو بوكس ستيت عايزين نخلي الكومبو بوكس بتاع الدول يكون مليان بالايه باسامي الدول اللي موجوده عندنا من الداتا بيز عشان كده السورس بتاعنا هيجي من الداتا تيبل من الجدول اللي جاي من الاكسل الكومبو بوكس ستيت عنده تو بروبرتيز واحده اسمها ديسبلاي ممبر واحده اسمها فاليو ممبر الديسبلاي ممبر هنا بتمثل رقم الكولم رقم العمود اللي احنا هنختار منه الايه الدول بتاعتنا فاحنا هنتعامل مثلا مع الكولم اللي هنتعامل معاه مثلا نمبر 0 وفي نفس الوقت الفاليو ممبر هنختار من الكولم ده ايه يعني احنا مثلا دلوقتي لو احنا بنشتغل مع القارات هنختار العمود بتاع القارات ده نمبر 0 0 بالنسبه لنا اللي هو الفيرست الاولين وهنختار انهي قاره فيه افريقيا ولا اسيا لو فرضنا ان افريقيا هي الاولانيه يبقى افريقيا هي اللي واخده 0 يبقى هنا واحد الديسبلاي ممبر ده خاص بالرقم العمود نفسه الكولم واما الفاليو ممبر هنختار انهي فاليو من جوه الكولم ده تمام وجوه الكومبو بوكس سيلكتد اندكس لازم نغير مره كنا عاملين السيلكتد اندكس واخده الفيرست نعملها اي رقم تاني عشان يبقى البروبرتي اللي اسمها سيلكتد اندكس تشنج تشتغل معايا لازم احط هنا اي رقم مخالف للرقم ده كده انا خلصت الكود الخاص بالايه بالكومبو بوكس واول ما اشغل هلاقي فعلا هنا ظهر لي افريقيا ومعها اول دوله مصر عندي بعد كده في بقى الكابيتال العاصمه والمين بورت اهم المواني والووتر ريسورس اللي هو من مصادر المياه المفروض بقى ان احنا هنكتب الكود الخاص بكل واحده من دي فهو هنا بيقول لي طيب احنا هنخش في نفس الكود هنكمل عليه تاني نفس الكود بتاعنا هو بتاع الجيت اكسل فروم شيت بس هنكمل عليه ان ال بي ال بتاع الكابيتال اللي هو دوت تكست المفروض يروح يجيب اول دوله يجيب العاصمه بتاعتها فهقول له هتروح للكولم اللي فيه العمود اللي فيه الـ 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 العواصم اللي هو بالنسبه لي هنا 2 اللي هو الثيرد احنا طبعا بنبدا من 0 ف 0 1 2 فالايتم 3 يعني العمود الثالث تمام هتروح تاخد اول عاصمه فيه بتاعت الدوله اللي احنا مختارينها اللي هي بالنسبه لنا مصر وتختار المين بوردز بتاعتها مين برضو هيبقى في العمود الرابع يبقى الايتم بتاعتنا الثالثه وهتروح الووتر ريسورس هيبقى العمود الخامس يبقى نختار 4 عشان احنا بادئين من 0 فلما اختار القصه دي هيظهر لي بقى في العاصمه القاهره والاسكندريه ونهر النيل ده هيظهر فين بعد ما اخلص الكود بتاعي الحته دي هنشوف الاكسرسايز نحل الاكسرسايز الموجود على الجزء اللي معانا ده فعايز حضرتك تكتبه معانا بس واحنا بنحل الاكسرسايز بتاعنا نمبر 1 في الاكسرسايز بيقول لي choose the correct answer عايزين نختار الاجابه الصحيحه فبيقول لي الفولون كود الكود اللي قدامي ده read the following code تمام and then choose the correct answer اقرا الكود اللي قدامك وبعدين اختار الاجابه الصح من الحاجات اللي هتجي لك بعد ما تقرا الكود ده طب نشوف الكود بيتكلم على ايه الكود بيتكلم ان الكومبو بوكس بتاع الكونتيننت سيلكتد اندكس تشنجد بتاعته دي البروبرتي عملنا تراي وعملنا ديم عرفنا الدي تي الجدول بتاعنا اللي هيمثل الداتا تيبل اللي هيتحط فيه البيانات اللي جايه من فين؟ اللي جايه من الجيت اكسل فروم شيت اللي جايه من ورقه العمل اللي الباث بتاعها او عنوانها
السي اطلس داتابيز، وفي نفس الوقت اللي فيه جمله سيلكت هتعمل سيلكت عن الدوله بحيث ان يكون القاره اللي احنا مختارينها حسب اللي في الكومبو بوكس بتاع القارات. طيب نشوف السؤال اللي عندنا، بيقول لي الغرض من الكود اللي فوق ده ايه؟ يا ترى الاكسل داتا تيبل هنا اللي هو الشيب بتاع الاكسل سيت ان ذا فاريبل، هنخزنه في فاريبل اسمه كومبو بوكس كونتيننتال؟ طبعا غلط، لان احنا بنخزن في فاريبل اللي هو بتاع الدي تي. طيب هل الاكسل شيت تيبل هنا سيف ده هيخزن في الباص اللي موجود سي اطلس داتابيز اطلس والشيت بتاعنا؟ فهو هنا بيقول لي برضو ان الاكسل بتاعنا التيبل ده سيف ده هيتخزن، غرض من ده ان انا نخزن في المكان ده؟ طبعا لا، هو الغرض من الكود ده ان الاكسل داتا تيبل بتاعتنا تبقى متخزنه في الفاريبل اللي اسمه دي تي. فالدي تي هو كده المقصود بيه ان اللي يتخزن فيه الداتا بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. السؤال اللي بعد كده، فهنا بقول لي برضو second the purpose the following code، اقرا الكود ده وبعدين choose the correct answer، اختار الكود الانسر الصح بالنسبه لي. مي ال بي ال بورتس دوت تكست، ده عندي الليبل اللي بيظهر لي اهم المواني. فالرو 0 والايتم 3 يعني بختار الصف الاول وبختار العمود الرابع عشان الايتم 3 احنا بنبدا من 0 وتو سترنج. فبيسالني شويه اسئله هنا. السؤال الاولاني هنكمل في بقيه الكود، طبعا دي من تي دي اس داتا تيبل ده اساسي، وده خلاص السورس بتاعنا اللي بنشتغل بيه اللي هو الجيت اكسل شيت، وهنا ال ال بي ال بتاع الدول الكابيتال العواصم، وهنا بتاع البورتس، وهنا بتاع الووتر ريسورس، ومدي لكل واحد فيهم رقم للرو ورقم للايه للايتمز او للكولمز. اول سؤال هو الكود ده هيعمل ايه؟ هيخلي البروبرتي تكست بتاعت ال ال بي ال بورتس اساينيد فاليو خصصنا لها رو 3 وكولم 0. طبعا احنا مخصصناش خالص في البروبرتي بتاعت ال ال بي ال بورتس اللي هو الثاني رو 3، لا ده رو 0 وايت. فطبعا الاجابه هنا تبقى رونج. طب البروبرتي تكست لل ال بي ال بورتس اساينيد ذا فاليو لوكيتد اون ذا رو 0 اند كولم 3، هل احنا خصصنا الرو 0 والكولم 3 لل ال ال بي بورتس؟ او طبعا الليبل اخد فعلا الرو 3 والايتم اللي هي الكولم بالنسبه لنا 3. طيب البروبرتي ال بي ال بورتس اساينت خصصنا لها الفاليو اللي هي رو 0 والكولم 3 الفاريبل دي تي، بس قال لي البروبرتي اسمها ال بي ال بورتس. ال ال بي ال بورتس ده تولز مش بروبرتي، عشان كده الاجابه هنا مش مظبوطه. تمام، نعمل ستوب لغايه هنا.